التوجه الجديد لوكالات الأنباء نحو إنتاج الفيديو دفع بكبريات الوكالات لتطوير شبكة إنتاج المادة السمعية البصرية لتصبح لجانب البرقية مادة إعلامية موجهة للزبائن المشتركين. منذ 15 سنة انطلقنا في إنتاج الفيديوهات الموجهة أساساً إلى السوق المهنية، وبعدها انطلقنا في إنتاج احترافي موجه للإعلام الرقمي، وبهذان النوعان من الإنتاج نوجه فيديوهات للمشتركين الذين يدفعون من أجل التحميل، ولدينا البث عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهنا يتعلق الأمر بالفيديوهات المجانية. وتيرة تطوير إنتاج الفيديو تختلف من وكالة لأخرى، وتختلف حسبها الفئة المستهدفة. العديد من الوكالات التي خاضت التجربة حديثاً توجه الفيديوهات المنتجة نحو جمهور عام، جمهور الشبكات الاجتماعية. وكالة الأنباء التونسية من نقاط قوتها هي هذه الشبكة من المراسلين الجهويين في كل الجهات، متواجدة لها مكاتب، ربما عندها الشبكة الأوسع أكثر حتى من التلفزيون ومن الإذاعة ومن غيرها من وسائل الإعلام العمومية والخاصة، فهذه نقطة قوة ولكنها لم تستثمرها بعد. ربما يعني في المستقبل نستغل هذه الميزة لنبيع ربما حتى إلى التلفزيون، لما لا، يعني هناك عديد الوكالات التي تبيع إلى التلفزيونات، ولكن هذا يحتاج إلى وقت حتى يعني تصبح الفيديوهات بشكل يعني حرفي. بوكالة الأنباء القبرصية لدينا قسم سمعي بصري ينتج فيديوهات متاحة للجميع ليس للمشتركين. السوق الإعلامية في قبرص صغيرة وليس من السهل الحصول على المال من ذلك، ومن تجربة الأوروبية والعالمية يمكنني القول أن الفيديوهات لا تحقق ربحا، لكن وكالة الأنباء مجبرة على تأسيس قسم الفيديو والحصول على المال من أقسام أخرى للوكالة لأنها حتمية تفرض نفسها اليوم. وسط الزخم الكبير لوسائل الإعلام التلفزيونية تسعى وكالات عديدة إلى إنتاج مادة إعلامية سمعية بصرية تتنافس على اقتنائها وسائل الإعلام، لتنتقل الوكالة من بث الفيديوهات على منصات الشبكات الاجتماعية إلى تخصيصها لزبائن الوكالة.